عند الانتهاء من الحج أو العمرة نرى أن بعض الناس يحلقون رؤوسهم والبعض يقص كل الشعر وذلك من الواجبات، ولكن نريد أن نعرف حال أولئك الذين يقصون من شعورهم قدر أنملة واحدة، هل ذلك يجزئ وما هو الدليل على ذلك؟ وإذا كان لا يجزئ فماذا يجب عليهم؟ جزاكم الله خيرا. الواجب في حج أو العمرة الحلق أو التقصير، حلق جميع الرأس والحلق معروف، أو التقصير بمعنى القص من الرأس، من جميع الرأس، القص من جميع الرأس، كما أن الحلق يعم الرأس كذلك التقصير لا بد أن يعم الرأس لأن يأخذ من مجموعه لا من جميعه، فيقص منه يقص رأسه ويعممه بالقص، وليس للقص حد محدود، ليس للقص حد محدود، المهم أنه يقصر من رأسه سواء أطال التقصير أو قصره، فإذا جز من شعره أجزأه ذلك، ولو كان هذا الجز قليلا بالنسبة للشعر بأن أخذ من رؤوسه وعمم الأخذ من رؤوسه فإنه يكفي. في وقتنا الحاضر الماكينات القص معروفة وهي على درجات، إذا أخذ الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الثالثة فلا بأس بذلك، المهم أنه يجز من جميع رأسه سواء أطال القص منه أو قصر منه، ليس له حد محدود، وإنما هذا في حق المرأة، قد جاء في حق المرأة أنها تقصر من رأسها قدر أنملة، من مجموع رأسها من مجموع شعر رأسها تقصر منه قدر أنملة. جزاكم الله خيرا. نسأل ماذا على أولئك الذين لا يقصون إلا مقدارا معينا من شعورهم ولا يعمون الرأس كله بالقص؟ الواجب على الصحيح من قول العلماء تعميم الرأس بأن يأخذ من جميعه ولا يأخذ من بعضه ويترك البعض الآخر، لأن الله جعل التقصير بديلا عن الحلق، فكما أن الحلق يجب أن يعمم به الرأس ولا يجوز حلق الرأس ولا يجوز حلق بعض الرأس وترك بعضه، فكذلك لا يجوز تقصير بعضه وترك بعضه، لأن التقصير بديل عن الحلق، على الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات ودعا للمقصرين 1 واحدة، فالحاصل أن التقصير على صحيح من قول العلماء يجب أن يعمم به جميع الرأس ولا يجزئ تقصير بعضه وترك البعض الآخر، كما لو حلق بعضه وترك البعض الآخر لم يجزئ. جزاكم الله خيرا. هل عليهم من شيء شيخ صالح؟ الواجب عليهم في المستقبل أن يتنبهوا لذلك. نعم. وما مضى؟ وما مضى إذا كانوا اعتمدوا على قول بعض العلماء وأخذوا به أو أفتاهم أحد بذلك. نعم. فنرجو أن يجزئهم ما مضى. يا الله. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.